بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكر الحضور الكريم بهذه المناسبه هذه اللي كتصادف كل سنه 8 مارس اليوم العالمي للمراه. وبهذه المناسبه الجمعيه ديالنا جمعيه التصدي للتنميه والفلاحه بشراكه مع جمعيه امانوز لدوله الاحتياجات الخاصه ارتئينا انه يكون واحد حفل تكريم المراه عموما والمراه الامانوزيه بصفة خاصة، وهذه التفاتة من المكتب ديال الجمعيتين بجوج وبشراكة مع مجلس مقاطعة الحي المحمدي يعني السبع، من خلال هاد الاحتفالات كنبغيو نأكدوا على بأن المسيرة كتكون يعني كيكون فيها الرجل والمرأة، والمرأة ماشي نخصوها بيوم واحد في السنة، ولكن يعني التواجد ديالها والمكانة ديالها في العمق يعني أكبر من نخصو لها يوم واحد. وبهذه المناسبة كنشكر الجميع وشكرا للناس كاع اللي حاضرين وتحياتي لكم. السلام عليكم، مرحبا بكم وجموعة باهري مقورني السوهمة تمغارت. نتشكر جمعية تسكدا كذلك جمعية أمانوز لذوي الإعاقة فمس المبادرة يا دي عزان نسكرني تمغارت سيمغور نسرس زعما إيكايان يا تسمغور تبهري عزاني تمغارت نتشكرتني الصبح ربي كذلك بمشاركة المقاطعة نعين السبع. شكرا جزيلا لكم، راكم تشكركم يحفظ ربي تنمير تبهري عزان. هذا اليوم هذا كتحتفل جمعية أمانوز لذوي الإعاقة بشراكة مع جمعية تصدى للتنمية والفلاحة باليوم العالمي للمرأة. والجمعيتين بطبيعة الحال كينتميو لقبيلة أمانوز، وكاين الاهتمام بالمرأة الأمانوزية اللي قدمت الشيء الكثير، المرأة العاملة المكافحة سواء كانت أمان أو أختان أو بنتان أو زوجة. فهذه المناسبة هذه هو تكريم لهذه المرأة، وحقيقة المرأة لا تحتاج إلى يوم واحد بل الأيام ديالها كلها. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة غساد نوش كدر نتحتفل جمعية تسقضاء للتنمية والفلاحة وجمعية أمانوز ذوي الإعاقة بشراكة مع المقاطعة الجماعي المجلس الجماعي ديال عين السبع اللي كنشكرهم بزاف عطاونا هذه الفرصة، لأن بغينا المرأة نديروا الصورة ديالها، لان تمغارت تلاغ المسؤوليه يقوتن تمغارت ورستنت وتقال ام تقال تمغارت تقال الزوجه، اذا نغيد يتلكم الوقت باش ناثر تمغارت سيرتو في المجال القروي. وكان راونتيني تحياتي لكم بهذه المناسبه اللي تشارك جمعيه امانوز لذوي الاعاقه وجمعيه تسكدا للتنميه والفلاحه بشراكه مع مقاطعه عين السبع الدار البيضاء. نتمنى اسم غارت تمازيغت اسبكواس ايغودان اسبكواس احلان راه غير كلا نتمنى التوفيق دا دور نتو مسكا تمغار تمازيغت تكا يمي تكا وتمات تكا خالتي تكا عمتي تكا وكذلك وليلي. بهذه المناسبة راه نتمنى ايام سعيده واحلام جميله وبالتوفيق ان شاء الله. كنشكروا جمعيه المعاقين ديال امانوز وجمعيه تسكدا للتنميه الفلاحيه على هذه الدعوه، لان السيده بوتبسيس اتصلت بي هذه يومين قالت لي وديها كاينه كاين، قلت لها ما كاين حتى مشكل نحضروا بما ان كاين تشجيع ديال المراه بمناسبه 8 مارس نجيو حتى هنا نساهموا، لان المراه الامانوزيه كتستحق التشجيع وكتستحق يعني المكانة ديالها في المجتمع، لأن المرأة الأمانوزية ماشي هي المرأة اللي هي كتشتغل في الدار ولا، يعني المرأة الأمانوزية كاينة في الإدارة في العدالة في وزارات وفي مندوبيات إلى آخره. يعني كنشكروا هذه الجمعية هذه على هذه الالتفاتة، هذه الجمعيات بجوج على هذه الالتفاتة اللي كتستحق المرأة الأمانوزية، وشكرا لكم. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.